تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نحب نرحب بفريق العمل المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، والإخراج المخرج المتألق دائما أستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم ونرحب بمشاركاتكم بملاحظاتكم خلال الساعة هاي على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. واتمنى لكم ان شاء الله مستمعين الاعزاء اليوم يوم موفق وسعيد. وناخذ اول فقره من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع السوشيال ميديا، للتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم واغلب ما يدور فيها، مع زميلتنا الفاضل استاذه اسماء الجناحي. صبحك الله بالخير والنور والعافيه استاذه اسماء. صبحك الله بالنور سرور اخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين اذاعه نور دبي. صباح النور والسرور وصباح الإيجابية. أدري أن هالأيام يعني أسماء مقصرة ويانا في رسائل الإيجابية، ولكن دائما عندك يعني ظروفك الخاصة. الفترة هاي أخوي عبد الله الإيجابية دائما المفروض تكون موجودة من خلال تعاوننا مع الأحداث. نعم صحيح 100%. دائما ننصح الجميع أن يعني يركزون على صحتهم النفسية من خلال مثلا اذا كانوا مو بلازم اشوف كل يوم الارقام اذا كانت تزيد ولا لا، يعني مو بلازم ازيد التوتر النفسي على نفسي. صحيح. فدائما انصحهم انه يسمون صحتهم النفسيه، لان صحتهم النفسيه راح تاثر على صحه اللي حولهم، فالمفروض نحن ما نزيد اللي حولنا. صح. ناخذ بعض الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها الأخبار حول مركز الاتصال. تقريبا يعني مركز الاتصال في هيئة الصحة استقبل أكثر من 500,000 مكالمة من بداية أزمة فيروس كورونا. في شهر أبريل بالتحديد كان تقريبا أكثر من 250,000 مكالمة. فيعني ما شاء الله الضغط الكبير على مركز الاتصال، هذا بالأشياء لها علاقة بفيروس كورونا والخدمات الصحية المقدمة. ايضا كان في فيلم وثائقي امس على قناه دبي يتكلم عن خط الدفاع الاول، وهو من انتاج المكتب الاعلامي لحكومه دبي. من ضمن الاشياء اللي ننصح دائما الاشخاص ان يعني مثلا اللي عندهم امراض مزمنه وغيره انه يؤجل موضوع الرياضه بعد الافطار بساعتين، او اللي كان يحب ينزل وزنه شويه وما عنده مشاكل صحيه ثانيه قبل الافطار بساعه. ايضا نحن يعني ننصح الجميع بعدم اهمال النوم، وان على الاقل الواحد محتاج 4 ساعات قبل السحور انه يرقد، خصوصا فتره الرقاد. بعد من ضمن الاشياء اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي ان صحه دبي قامت ب 200 او يعني اماره دبي بشكل عام قامت ب 262,000 فحص كورونا في دبي، هذا التعاون مع جميع القطاعات الصحية في الإمارة. والنصيحة الأخيرة اللي وايد ناس يعني يسألون عنها، متى يقطع مريض ضغط الدم صيامه؟ وهي كانت آخر نشر نحن حطيناها، نتمنى أنهم يشوفونها. ودمتي بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك أستاذة أسماء. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة أسماء بأن يجب علينا نحن خلال الفترة هاي يعني عدم الأخذ يعني بشكل سلبي الأرقام أو الإجراءات الخاصة سواء الاحترازية أو الوقائية بما يخص
فيروس كورونا، ودائما أخذ المواضيع هاي بكل إيجابية على أساس أن يعني الموضوع هذا ما يأثر على علينا بشكل سلبي من الجانب النفسي. أيضا مستمعينا الأعزاء، أحب أني أذكركم بالاستفادة من الخدمات الذكية والخدمات المتميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وخدمة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب للاتصال فقط على الرقم المجاني أو الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342. موضوعنا الآخر بيكون مستمعينا الأعزاء موضوع أيضا شيق اليوم مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة هنادي حسني، بنتكلم معاها عن الصيام ومرض السكر. مثل ما تعرفون بأن هناك كثير من الإجراءات الوقائية يعني الإجراءات سواء يعني في اختيار الشخص إذا كان هو من المرضى اللي عنده السكر يقدر يصوم ولا ما يقدر يصوم، وشو الإجراءات اللي تتبع هذا الموضوع من الناحية الإدارية، ومواضيع أكثر ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع بتكون معنا أخصائية التغذية. ولكن مستمعين الأعزاء خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء أرحب بتواصلكم ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، نأخذ أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. هل ينقل طعام الدليفري كورونا فيروس؟ الصحة العالمية تجيب: مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم تزداد مخاوف الناس من انتقال العدوى عبر المشتريات أو الأطعمة أو حتى أكياس السوبر ماركت وغيرها. ولعل السؤال الأبرز الذي يداهمنا مباشرة هو: هل ينقل الطعام مثلا الذي نطلبه عبر خدمة التوصيل الدليفري العدوى أم لا؟ قالت الطبيبة مها طلعت المستشار الإقليمي في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام. أما بالنسبة للأكل الذي يسلم عبر الدليفري فيفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمترين، ومن ثم يجب إخراج الطعام والتخلص من الأكياس مباشرة. بعدها يجب غسل اليدين جيدا وتناول ما طلبناه دون خوف أو هلع. كما أوضحت أنه يستحسن رمي أكياس الدليفري مباشرة لا غسلها أو تعقيمها. أما بالنسبة للفواكه والخضار فأشارت إلى أنه يكفي غسل ما نود تناوله جيدا، لا ينتقل عبر أيضا الفيروس لا ينتقل عبر الأحذية والجلود. أما بالنسبة لطرق انتقال الفيروس فشددت الدكتورة على أنه لا ينتقل عبر الأحذية أو الجلد، بل فقط عبر الجهاز التنفسي. مستمعين الأعزاء، نأخذ فقرة التغذية مع أخصائية التغذية الأستاذة هنادي حسني، واليوم بنتكلم معها عن الصيام ومرضى السكري. صباح الخير أستاذة هنادي. صباح النور، حياك أخي عبد الله. الله يحييك. اليوم إن شاء الله رح نتكلم، موضوعنا كتير مهم بالنسبة لمرضى السكري، رح نقدم لهم أهم النصائح والإرشادات اللي لازم يتبعوها عشان يساعدهم على صيام صحي طول شهر رمضان. هلا أتوجب عليهم بداية إنه قبل ما يقرروا يصوموا ولا لا إنه يزوروا الطبيب المختص قبل شهر رمضان لتقييم حالتهم الصحية، وأخذ كمان قراءاتهم خلال شهر أو شهرين، قراءات السكر ومستوياتها في الدم، ومراجعة الدكتور جرعات الأدوية والإنسولين، وبناء عليه بيقرر إذا كان بإمكان الشخص يصوم رمضان أم لا. هلأ في بعض الأشخاص أو الفئات اللي تعذر عليهم لا يجب عليهم صيام رمضان، وهذول الفئات هم مرضى السكر اللي بيعانوا من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي، أمراض القلب، قرحة المعدة، هذول يجب عليهم عدم الصيام إطلاقاً. هلأ مرضى السكري كمان بيعانوا من اضطراب القراءات، ممكن يكون عندهم باستمرار ارتفاع في قراءاتهم، يعني بتكون قراءات تقريبا أعلى من 300 ميلي جرام، أو بيكون كمان انخفاض في قراءات السكر، يعني مو بس ارتفاع كمان انخفاض قراءات السكر
بتعذر عليهم الصيام، يجب عليهم عدم الصيام. انخفاض قراءة السكر اللي هو بيكون أقل عن 70 ملي جرام بير ديسيليتر. هلأ كمان الأطفال المصابين بالسكري كمان لا يسمح لهم بالصيام، وكذلك النساء اللي بيعانوا من سكر الحمل كمان يجب عليهم عدم الصيام. هلأ رح نتكلم اليوم عن الإرشادات اللي لازم على مريض السكر اتباعها وقت تناول وجبة الإفطار. هلأ أول شيء يجب عليه تعجيل بالإفطار، خلاص أذن مباشرة يتناول وجبة الفطور لأنه بتكون مستويات السكر قليلة عنده، فلتلافي أو تجنب هبوط السكر أكثر مباشرة بعد الأذان يفضل تناول وجبة الإفطار. دائما اقتداء بسنة نبينا الكريم نبدأ إفطارنا بالتمر والماء أو اللبن. هلأ مريض السكر كميات التمر اللي بياكلها تقريبا 3 تمرات بحجم صغير، أو إذا كان التمر متوسط تمرتين ممكن ياكل على الإفطار. بعدها بتناول وجبته الاعتيادية، بس لازم تكون متوازنة بتحتوي على جميع المجموعات الغذائية، وتكون حصص الكربوهيدرات ضمن الحصص المقررة له من قبل أخصائية التغذية، على أن لا تتعدى تقريبا 5 إلى 6 حصص على وجبة الإفطار. هلأ طبيعة الغذاء اللي بتناوله لازم ما يكون كتير دسم أو فيه سكريات بسيطة مشان ما يرفع عنده السكر مباشرة. هلأ الإكثار من تناول الماء يعني من وقت الإفطار إلى السحور تقريبا لازم يتناول من 8 إلى 10 أكواب في اليوم. نعم. هلأ نعم أستاذة هنادي، يعني النقاط اللي ذكرتيها مهمة جدا وحيوية جدا أيضا، اللي هو مثلا الشخص يعني قبل الصيام لابد بأنه يعني يتواصل مع الفريق الطبي المعالج للتأكد أنه هل هو الشخص اللي مسموح له للصيام ولا لا. أيضا النقطة الثانية أستاذة هنادي المهم، وبتذكرين إن شاء الله خلال حديثك، لو تطرقين لموضوع الرياضة، هل هو ينصح قبل أو بعد الإفطار؟ أيضا يعني من الأمور المهمة، لأنه يختلف يعني الشخص اللي مصاب بداء السكري، هناك بعض الإجراءات تختلف عن الشخص اللي الغير مصاب. هلا بالنسبة للرياضة، الرياضة ممكن للأشخاص العاديين والشباب اللي فيهم قوة ممكن يمارسوا الرياضة قبل الإفطار مثلا بساعة بساعة ونص، خاصة إذا كان غرضهم إنقاص الوزن، لأنه بيكون مستويات السكر وصلت إلى حدها الأدنى، بالتالي إذا مارس الشخص الرياضة بيقوم باستهلاك الدهون المخزونة في جسمه، وبالتالي بيساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع. هذا إذا مارس الرياضة قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونص. هلأ ممكن كمان يمارسوا الرياضة بعد الإفطار، أنا بتكلم عن الأشخاص العاديين، بعد الإفطار بتقريبا 3 لـ4 ساعات بيكون الجسم اتمكن من إنهاء عملية هضم الطعام، وبالتالي جاهز لممارسة الرياضة. هلأ لكن بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، وعلى الأخص المصابين بمرض السكر، يفضل ويجب عليهم ممارسة الرياضة بعد الإفطار. ليه؟ لأنه إذا مارسوا هم الرياضة قبل الإفطار بيكونوا عرضة للإصابة بهبوط السكر، فبالتالي يجب عليهم ممارسة الرياضة بعد الإفطار بعد تقريبا 3 لـ4 ساعات مثل ما قلنا، لأنه بيكون كل الأكسجين والدم بتوجه إلى المعدة قبل 3 ساعات لإنهاء عملية الهضم في المعدة، بالتالي إذا مارس الرياضة بعد 3 ساعات بيكون الجسم يعني جاهز لممارسة الرياضة. نعم. هلأ تكلمنا إحنا على وجبة الإفطار كيف لازم تكون، هلأ رح نتكلم على وجبة السحور. نعم. هلأ في من وجبة الإفطار إلى وجبة السحور يجب على مريض السكري كمان تناول من وجبة إلى وجبتين خفاف، بنقول عنهم سناك، يعني بتكون وجبات خفيفة. هلأ في رمضان نكثر إحنا من يعني تحضير الحلويات والسكريات، بالتالي توجب عليهم يعني إحلال الحلويات بالفاكهة كخيار يعني صحي. لكن إذا كان لابد من تناول الحلويات، تناولها مثل ما قلنا بعد الإفطار بساعتين أو 3، ونتناول كميات جدا صغيرة،
يعني مثلا الجيمات يعني شائع تناولها بعد الإفطار، فممكن يتناولوا فقط حبتين بعد الإفطار ونقلل من إضافة دبس التمر لهم. هلأ كمان التقليل من شرب المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين، ليه؟ لأنه الكافيين هي مواد مضرة للبول. هلأ هاي موجودة في الشاي، في القهوة، في المشروبات الغازية، بالتالي إذا يعني تناولناها بكثرة بتساعد على إدرار البول بكثرة ونكون عرضة للإصابة بالجفاف. هلأ نيجي نتكلم على وجبة السحور. نحاول مو بس لمرضى السكري، حتى للأشخاص العاديين، تأخيرها قدر الإمكان، يعني قبل وقت الأذان بدقائق، مثلا بنص ساعة ممكن تناول وجبة السحور، وطبعا تكون حصص النشويات ضمن الحصص المقررة من قبل أخصائية التغذية. هلا طبيعة النشويات اللي بتكون موجودة في وجبة السحور لازم تكون نشويات معقدة، حبوب كاملة، يعني خبز القمح، الخبز الأسمر، الشوفان. ليه؟ لأنه بتحتوي على نسبة ألياف عالية، بالتالي بتبطئ من ارتفاع السكر وبتزيد من الشعور بالشبع. وكمان الإكثار من تناول البقوليات اللي هي مصدر غني بالبروتين والألياف، وبالتالي بتزيد من الشعور بالشبع وبتعطينا كمان نسبة عالية من البروتينات. كمان الخضار والفاكهة يجب كمان تناولهم على وجبة السحور بكميات جيدة، مثل ما قلنا بسبب احتوائهم على الألياف، بالتالي بيأخر من عملية الهضم والزيادة بالشعور بالشبع. والإكثار مثل ما قلنا بتناول السوائل، الإقلال من تناول الموالح والمخللات لأنها بتزيد الشعور بالعطش. نعم وهاي أيضا أهم نعم أيضا الإكثار. أستاذة هنادي، من الأمور المهمة بالنسبة عفوا الأمور المهمة بالنسبة للمصابين بداء السكري، اللي هو دائما احنا ننصح التواصل المستمر بين الشخص اللي مصاب بداء السكري وبين الفريق الطبي المعالج. واليوم طبعا كل الوسائل الحديثة والتقنيات الذكية والأجهزة الذكية والتطبيقات الذكية موجودة، وكثير من الناس أيضا يتعاملون مع هاي الأنظمة والأجهزة. فمن المهم أن يعني أستاذ هنادي أيضا هم بجانب التغذية والممارسات يعني اليومية، في يعني أخذ بالاعتبار الجانب الغذائي والجانب الرياضي والتنويع في التغذية، الجانب التواصل أيضا مهم، بحيث أنه يعني الطبيب يكون سواء الطبيب أو أخصائي التثقيف الصحي أو التغذية يكون بشكل مستمر على علم بالقراءات للشخص هذا أثناء فترة الصيام، على أساس إذا احتاج أي نصيحة خلال فترة الصيام الطبيب على علم، وأيضا أخصائي التثقيف الصحي على علم بهالموضوع، على أساس أنه يتم يعني إدارة الحالة قبل لا أن يكون يعني توجيههم. هي يعني قبل لأن تطلع الأرقام في 300 أو تنزل في 70 و60، وتكون طبعا مضاعفات في كل الحالتين سواء الارتفاع أو النزول. أو الانخفاض. وكمان أخ عبد الله، في نعم أول أيام من صيام شهر رمضان توجب على مريض السكر تشيك السكر قبل كل وجبة، يعني قبل الإفطار وقبل السحور، وتشيكها كمان في أول 8 ساعات من النهار بعد الصيام. يعني صام مثلا ابتداء من الساعة الرابعة بده يعد 8 ساعات ويشيك السكر لتلافي أي هبوط سكر أو يعني خط مخاطر. يعني ومثل ما قلت، يعني اطلاع الفريق الطبي على وضعه الصحي بشكل متواصل واخذ الارشادات منهم. وكمان في شغله، هلا توجب عليه يكسر صيامه في بعض الحالات اذا هبط السكر عنده خلال الساعات الاولى من النهار، مثلا شيك اول 4 ساعات من النهار وكان بعد الصيام وكان السكر نازل عنده، يعني في المستوى 80 90، هذا بدل على انه لقدام، يعني بعد ممكن كم ينزل ساعة أكثر كمان رح يعني لين ينزل فترة أكثر. الفطور. نعم أيوة، فهو عرضة للإصابة بهبوط السكر، صحيح فتوجب عليه على طول يكسر صيامه. وكمان إذا عانى من أعراض هبوط السكر مثل صداع، الرجفة، الدوخة، كلها، والتعرق، كل هاي أعراض هبوط السكر كمان توجب عليه كسر الصيام. وإذا كمان حس بالمرض، مثلا في حالة الرشح، الفلوزة، الحرارة، كمان يجب عليه عدم الصيام. صحيح، لهذا السبب نحن دائما ننصح
الناس اللي عندهم داء السكري مهم جدا أخذ الإرشادات وأخذ التعليمات من الفريق الطبي المعالج، مثل ما ذكرت الأستاذة هنادي بأن ممكن أن يكون انخفاض في السكر خلال ساعات الصيام، فضروري جدا التواصل مع الفريق الطبي المعالج على أساس أنه يعطونكم النصح والإرشادات المفيدة، وفي نفس الوقت أنه يكون صيامكم يعني طول فترة الصيام صيام صحي وصيام سليم. أستاذة هنادي حسني، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. أهلا وسهلا فيك، حيا الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل أحب أن أذكركم بتكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون اليوم في غاية الأهمية، بنتكلم عن الإجراءات الوقائية المتبعة في الصالونات النسائية والرجالية. خلكم ويانا لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ونشكر كل من انضم إلينا طبعا، ونذكركم بأرقام التواصل على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا عن الإجراءات الوقائية المتبعة في الصالونات النسائية والرجالية مع الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله والجميع المستمعين. يا مرحبا دكتورة. طبعا دكتورة، مثل ما تعرفين بأن موضوع يعني الذهاب إلى الصالونات سواء النسائية والرجالية، لابد أن هناك أيضا تكون يعني الشخص يعني سواء مقدم الخدمة أو العميل لابد أن يأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية. لو نتكلم دكتورة معاك، ما هي الإجراءات الوقائية التي يجب أن نقوم بها عند الذهاب إلى الصالونات سواء الصالونات الرجالية أو النسائية للوقاية من الكورونا فيروس المستجد؟ طبعا في أول شيء احنا ننصح الجميع أن يقللون من الذهاب لهذه الصالونات قدر المستطاع. صحيح أن إجراءات قيود الحظر خفت علينا وصار الذهاب للصالونات اختيار، فإحنا نقول لهم أن حاولوا تقللون قدر المستطاع من ذهابكم لهذه الصالونات. وبعدين إذا كانت عندكم أي أعراض تنفسية كارتفاع درجات حرارة وغيرها، إحنا ننصحكم أنكم ما تروحون للصالونات وأنتم عندكم هذه الأعراض، وطبعا ما تخرجوا من المنزل إلا وأنتوا لابسين الكمامات بالطريقة الصحيحة. بعدين لما أنت تكون موجود في الصالون لازم تتبع جميع الإجراءات الوقائية من أول ما تدخل الصالون، كأنك أنك مثل أنك أنت تتجنب المصافحة واحتضان الموجودين في الصالون. نعم. وتحرص على أنك تحافظ على التباعد الجسدي بينك وبين اللي يقدم لك الخدمة وبينك وبين العملاء الآخرين أيضا قدر المستطاع. وبعدين إذا لاحظت أي أعراض تنفسية أو حسيت أن اللي يقدم لك الخدمة تعبان، فأنت لازم في هذا الوقت ترفض أنه يعطيك الخدمة هذه وتبلغ المسؤول أنك أنت لاحظت وجود أعراض على هذا الشخص عشان يقومون هم بعد بإجراءاتهم الأخرى. طبعا ضروري جدا انك دائما تذكر ان نفسك انك ما تلمس الفم والانف والاذن اثناء وجودك في الفم والانف والعين طوال فترة وجودك في الصالون، وبعد لازم تحافظ على نظافة ايدينك طوال الوقت. احنا دائما ننصح العملاء انهم يستعملون ادواتهم الخاصة كأدوات الحلاقة، أدوات قص الشعر، أدوات العناية بالأظافر. إحنا دائما ننصح الشخص أن تكون عنده أدوات الخاصة ويأخذها معاه في الصالونات في ظل هاي الأزمة وحتى ما بعد الأزمة بعد.
لكن إذا ما كانت عندك هاي الأدوات الخاصة، أنت لازم تتأكد أن الأدوات اللي يستعملونها عليك تكون جديدة، معقمة بشكل جيد، حتى أن ما فيها شيء. إذا أنت سألت مقدم الخدمة هل أنت عقمت هذه الأدوات، هل هذه الأدوات معقمة، أنت كيف عقمتها؟ الوعي جدا مهم، وانت لازم دائما تسأل، لان الشخص اللي يقدر يحافظ على سلامته بالدرجة الاولى هي شخص نفسك انت. طبعا في تتبع اجراءات الوقائية اللي احنا سبق وذكرناها استاذ عبد الله، لما انت تخرج من المنزل او تدخل من المنزل ايضا. صحيح دكتورة هند، هناك طبعا الكثير من الإجراءات الوقائية يعني المتبعة في الصالونات النسائية والرجالية وبالأخص في هذا الوقت، ولكن يعني جميل جدا أنت ذكرتي بأن لابد أن الإنسان نفسه يعني أيضا يكون حريص جدا أول ما يدخل الصالون، مثلا يعني قبل لا يدخل الصالون لابد أن يتم عمل الفحص الحراري له، يكون السانيتايزر مثلا موجود، القفازات موجودة، يتأكد بأن يعني أصلا شكل الصالون بشكل عام مفروض أن تكون المساحات يعني كبيرة، ما في يعني صالات انتظار، ما في زحمة. ومثل ما ذكرتي دكتورة جميل منش، ذكرتي بأن لابد أن الإنسان يسأل الشخص اللي مقدم الخدمة هل الأدوات هاي معقمة، هل الكرسي تم تعقيمه، كل الأشياء هاي، بحيث أن حتى مقدم الخدمة يحس بأن الناس عندهم وعي كبير بخصوص موضوع التعقيم والإجراءات في هذا الموضوع. دكتورة لو نتحدث عن يعني الإجراءات الوقائية اللي يجب أن يقوم بها مقدم الخدمة، يعني مقدم الخدمة بنفسه يعني قبل لا أن حتى الشخص أو العميل يسأله هل تم التعقيم، هل تم الإجراء هذا، مفروض أن مقدم الخدمة يقوم بالإجراءات هاي كلها قبل لا يوصل العميل. طبعا مقدم الخدمة لازم دائما يتأكد أن المكان معقم باستمرار ومعقم بالطريقة الصحيحة من ضمن الإجراءات والإرشادات اللي وضحتها بلدية دبي. لازم يتأكد أن هذا المكان معقم، وبعد لازم يتأكد أن المكان اللي يستخدمه العميل معقم بين كل عميل والثاني، يعني مو بس هو يعقم وقت فتحه للصالون ووقت تسكيرة الصالون، لا، لازم هو يتأكد أن بين كل عميل والثاني الكرسي يتعقم أو الأدوات تتعقم وما شابه. طبعا مثل ما احنا قلنا للعميل ان تكون لك ادواتك الخاصة، لازم الصالون ايضا يحاول يستعمل الادوات ذات الاستخدام الواحد، الديسبوزابل ثينجز. وإن ما توفرت هاي الأدوات، إحنا دائما نقول أنت لازم هاي الأدوات تعقمها ما بين كل عميل والثاني. طبعا جدا مهم أنك أنت تتأكد من خلو الموظفين من أي أعراض تنفسية وتفحص درجة حرارتهم يوميا. المفروض مقدم الخدمة ما يتهاون في هذه النقطة أبدا. وبعد في نفس الوقت إذا شاف أي عميل دخل عليه وعليه هاي الأعراض التنفسية، بعد يفحص درجة حرارة العميل، مو بس يعني الموظفين، بعد مقدم الخدمة أيضا مسؤول عن سلامة الموظفين الموجودين في الصالون نفسه، فهو لازم بعد يتأكد أن العملاء اللي يدخلون الصالون بعد ما عليهم أي أعراض تنفسية ودرجة حرارتهم طبيعية. أيضا نذكرهم أن ما تقبل أي عميل بدون موعد مسبق. ليش؟ لأن جميع التوجيهات تقول أنك أنت ما تتجاوز عدد عملائك 30% من الطاقة الاستيعابية للمكان. صحيح. عشان إحنا نحافظ على مبدأ التباعد، لأن إحنا ما نبي تصير زحمة في الأماكن، وإذا صارت الزحمة ما راح يكون في أي تباعد وأي إجراءات وقائية. فأنت لازم أنت تتأكد على العميل اللي ما أخذ موعد هو فقط يكون موجود، اللي ما عنده مواعيد يفضل أنه يروح ويأخذ موعد ويجي في موعده. أيضا نذكر أنه لازم أنتوا توعون موظفينكم بالتباعد الجسدي وكيف أنتوا تقدرون. إحنا نعرف أن في بعض الإجراءات صعب جدا أنك تحافظ على هذا التباعد الجسدي، ولكن نحاول قدر المستطاع نحافظ على هذا التباعد. وأيضا بعد خصوصا لما العميل يقعد على الكرسي اللي يقدموا له فيه الخدمة، لازم يكون في مسافة كافية بينه وبين العميل الثاني أيضا، يعني مش تكون الكرسي
كراسي جنب بعض. احنا دائما ننصح انه يكون كرسي وكرسي فاضي وبعدين الكرسي الثاني، حتى في غرف الانتظار، مع ان احنا ايضا ما نفضل ان العميل ينتظر في غرفة الانتظار. صحيح. ولكن اذا صار الانتظار في الغرفة هذه لازم بعد يكون فيها مراعاة للتباعد الجسدي في الغرفة نفسها. جميع الموظفين ايضا لازم عليهم انهم يرتدون الكمامات. لازم احنا نذكرهم بالاجراءات الوقائيه المعتاده، هي الحفاظ على نظافه وتعقيم اليدين بين كل مقدم والثاني. لازم مقدم الخدمه بعد يحرص ان يوفر المعقمات في جميع مرافق المكان هذا. صحيح. بالنسبة للمشروبات، احنا نعرف ان الناس بتكون صايمين وها، لكن ما بعد الافطار كثير من الصالونات تقدم مشروبات. صحيح. للعميل كنوع من الخدمة، فاحنا اولا في البداية ننصح انك انت ما توزع هذه المشروبات، ولكن في حال الضرورة تستخدم الاكواب الورقية ذات الاستعمال الواحد، الاستخدام الواحد. هذه معلومة جدا مهمة يمكن يغفل عنها مقدم الخدمة. ووقت دفع العميل احنا دائما ننصح انكم تتجنبون تداول بالأوراق النقدية وتستعملون البطاقات البنكية افضل. صحيح. ايضا دكتورة، يعني احب اني اذكر مستمعينا الاعزاء بخصوص موضوع يعني معرفة العميل. لابد أنه يكون أيضا هو دكتورة يعني مسؤول عن نفسه، ولابد أنه يعرف أيضا الشروط والقوانين اللي تم وضعها بخصوص موضوع الصالونات من الجهات الرسمية. يعني لابد أنه يعرف شو الشروط وشو الإجراءات اللي مفروض أنها تكون موجودة من مقدم الخدمة على أساس أنه يصير هناك والمكان هذا ضمن الإجراءات اللي تم يعني فرضها من الجهات الرسمية. ومو بعيب الصراحة أن الواحد يسأل، مثل ما تفضلتي دكتورة، يسأل أن هل الكرسي هذا تم تعقيمه، أو إذا شاف مثلا مكان الانتظار في ناس مفروض أنه ما يقبل يطلع من الصالون، أو إذا شاف مثلا الصالون أصلا يعني شكل بشكل عام مش نظيف ومش مأخوذ الإجراءات، سواء من المقدمين الخدمة ما عندهم الكمامات ما لابسين، مش كلهم يعني متخذين الإجراءات، المفروض أنه يطلع يقول أن المكان هذا مش نظيف ومكان ممكن يكون فيه خطر علي. فضروري جدا يعني المتعاملين لازم أنه يقرأ الاشتراطات هاي، والاشتراطات موجودة ونحن كلنا يعني قريناها، على أساس أنه حتى دكتورة مثل ما ذكرنا في البداية أن مقدم الخدمة لابد أنه يكون على علم، يعرف أن الناس عندهم يعني عندهم ثقافة كبيرة في هذا الموضوع، على أساس أنهم حتى ما يتهاونون في الإجراءات الوقائية والاحترازية. بالضبط. يعني الحين وصلنا احنا لمرحلة ان الكل مسؤول عن سلامة الجميع. اذا العميل حس ان هذا المكان لا يطبق هذه المعايير، يسوي الاجراءات المناسبة ان عشان يبلغ عن هذا المكان، وفي نفس الوقت المفروض العميل ما يضايج من الاجراءات الوقائية اللي يقوم فيها الصالون ايضا. صحيح. يعني لازم هو بعد يحط في باله ان هاي الاجراءات كلها لسلامته وسلامة العملاء الاخرين ايضا. فالوعي جدا مهم للطرفين. صحيح. دكتورة، في عندنا أيضا موضوع ثاني مهم حابين أن تعطينا بعض النصائح. يعني نحن نقول دائما أن الإنسان إذا يعني مش ضروري أنه يطلع، المفروض أنه ما يطلع الصالونات، ولكن في اليوم خدمات تقدم في المنزل، يعني حضور بعض المقدمين الخدمة للمنازل، شو الإجراءات الوقائية دكتورة اللي تنصحين فيها مستمعينا الأعزاء اللي يجب أن يعني يقوم بها في حال تم طلب الخدمة للمنزل؟ ترى بعد نحن نقول أنه ضروري جدا، مش معنات أن الواحد يعني ممكن يكون خطر أنه يصير الصالون، ولكن أيضا في خطورة إذا يعني مقدم الخدمة وصل البيت إذا ما كانت الإجراءات الاحترازية والوقائية مأخوذة حتى في البيت. طبعا كثير من الناس يتوقعون انا ما راح للصالونات، انا راح اجيب الصالون لمنزلي، ما هي في النهايه نسبه الخطوره تقريبا تكون متساويه ما بين الخدمتين. فاحنا دائما نقول للعملاء انكم حاولوا تتجنبون الحصول على هذه الخدمات قدر المستطاع، واذا جبتوا هذه الخدمات للمنزل في بعض النصائح بشكل عام احنا نقدر نقول انك اتاكد لما انت تطلب الخدمه ان تذكرهم اني انا ما راح
أقبل أي شخص يدخل عندي البيت وعنده أعراض تنفسية، أنا ممكن أتشيك على درجة حرارته قبل ما هو يقدم لي هذه الخدمة أيضا. وبعد لازم أتأكد أن مقدم الخدمة لما يوصل للمنزل يكون يرتدي الكمام، وطوال فترة تقديمه لهاي الخدمة لازم يكون لابس هذا الكمام، وفي نفس الوقت حتى أنت نفسك بعد تكون لابس هذا الكمام حماية اللي يقدم لك الخدمة أيضا. إحنا دائما ننصح أنك أنت تخصص غرفة معينة تقدم لك فيها هذه الخدمة، وذكر الشخص هذا أن أنت فقط مسموح لك تظل في هذه الغرفة، غير مسموح لك أنك أنت تستعمل مرافق البيت الأخرى، وجودك فقط سوف يكون في هذه الغرفة. وأيضا نتأكد أن عدد الأشخاص اللي بيون لي في هذه الخدمة المنزلية ما تتجاوز الشخصين. وبعد لما أنا يقدم لي هذه الخدمة أنا أحرص أن ما يكون معي أشخاص آخرين في هذه الغرفة، وخصوصا إذا كانوا هذول الأشخاص أطفال كبار السن أو أصحاب أمراض مزمنة، هذه لحمايتهم هم. وبعد إذا كانت هذه الخدمة المنزلية تقدم لأكثر من شخص في هذا المنزل، ما نتجمع كلنا في هذه الغرفة وننتظر دورنا، نتقاسم الأوقات فيما بيننا، الشخص اللي يخلص من خدمته يطلع من الغرفة ويتبع الشخص الآخر. وبعد في نفس الوقت نذكر مقدم الخدمة أن يعقم ما بين كل خدمة والآخرة والثانية. نعم. وطبعا لما الخدمة هذه كلها تخلص نذكر أصحاب المنزل أنه ضروري جدا أنكم تنظفون وتعقمون المكان اللي قدمت لكم فيها الخدمة. نعم. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك الحقيقة على معلوماتك الطيبة، وكل الشكر والتقدير لك ولفريقك العمل، فريق العمل معاك، على مجهوداتكم الكبيرة الحقيقة اللي تسوونها في توعية أفراد المجتمع في الوقت الحالي عن الكورونا فيروس. كل الشكر والتقدير لك. العفو، دمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة هند. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأذكركم بأن بالنسبة لمصابين بداء السكري لابد أن يكون هناك حلقة تواصل مستمرة بين الشخص المصاب بداء السكري وفريق الطبي المعالج، حتى يكون إدارة حالة الصيام خلال فترة الصيام صحية وسليمة. وأيضا إجراءات الوقائية المتبعة في الصالونات النسائية والرجالية مهمة لمقدم الخدمة، وأيضا العميل لابد أن يعرف كل الاشتراطات يعني الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل أن يطلع الصالون. أحب أن يشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ودائما مخرجنا المتألق أيمن سرحيل. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.